خبرنا شي حلو صار معك اخر فترة. ابن جيراننا جاب لي ادوية معه من فرنسا بيقضوني شي 6 أشهر. الله يوجه لك الخير يا شادي، الله يحفظك بصحتك. عن جد كنت خير من هالجمعيات، والله أنا وصلت ما طحنا معي ولا ليرة، إجت هالكرتون اللي عيشها على القد إجت، كتر خير الله يعني، ما بعرف قد إيه انبسطنا، كتر خير والله كتر خير من هالجمعيات. الحمد لله، أعطونا الكهرباء اليوم 3 ساعات، غسلت الغسيلات ودورت الأزان، كنا أسبوع ما عنا مي سخنة، بنشكر الله. لا لا، الإنترنت إجت وعملت الفحص. زبطنا. أنا كتير مبسوطة، بكرة عملية بنتي ودفعنا المبلغ. هلأ التأمين ما غطى شيء، بس الأهل والجيران ونشكر الله ساعدونا، يعني عن جد أكتر ما بنستاهل. لا، بنستاهل أكتر. الخدمات العامة ضرورة مش رفاهية. الخدمات العامة حق من حقوق الإنسان.